ها انت هني؟ ايش الصدفة؟ انا كلش ما احب احد يقعد يزرعني وينطرني. سوري مضاوي بس ترى لهيت شويه مع الوالدة. انت الها وانا مزاجي يخترب على طول على اعصاب. مو قلنا لك ايام الجامعه كنا نخاف نقرب منك. صدقين ما كنت اتوقع ان في يوم من الايام بقعد وياك. ولا انا كنت اتوقع في يوم من الايام راح اقعد وياك على طاوله واحده. بس يلا ايش فايده الصداقه على الاقل بهالظروف؟ عدل طلبي لي شيء اشربه. ايش تشرب؟ جرين تي. اكسكيوز مي؟ حاتي مريم ما يشفيها. انقطعت اخبارها مو لي عني. تلقين احد حس فيها؟ والله ما ادري ما ادري، انا خايفه عليها. على كثر ما كنت مستانسه بيتها لي، على كثر خوفي من هالية. ثريا ترى هي اللي جاتك مو انت اللي رحتي لها، وبعدين ما جاتك الا وهي مخشه. حتى لو يعني لازم اسال عنها مهما كان، اشوف ايش صار لها. لا تسالين ولا تتصلين، انت مو عارفه شنو ظروفها، نطري لين تدق هي. ويلي وينك يا ضرار، يا بعد عمري من غير شر، لو هو موجود كان علمني عن كل اخبارهم. بس سافر وهدني ما ادري عن اي شيء. ايش تبين في اخبارهم؟ تحبين المغثه قايلت لك، قايلت لك تموتين الكدر انت. خليني فوت اساعدك. انا ساعات ودي اخذ راي احد غير امي ورفيجاتي. وشنو ودك تاخذين رايي؟ عزيز انت ايش رايك بعلاقتي انا وضرار؟ شوفي انا بالنسبه لي العلاقه افضل من الخطوبه، لان في الخطوبه مع الايام لو ما اتفقتوا لو سمح الله الناس بتدش بدقه التفاصيل، لكن في العلاقه اذا ما اتفقتوا مع الايام لا من شاف ولا من درى. اي ضرار ولد عمتي، بس انا احس كلش ماني عارفه شيء عنه. بعدين بقول لك شيء، بس عليك الله عزيز ما يطلع برا. لا حشا مضاوي، انت بحسبه اختي. يعني انا ماني قادره احس ضرار كخطيب، احس ان العلاقه بيني وبينه وايد بارده، وهو تصرفاته معاي بارده. اوكي تشوفنا من برا مع بعض شحالاتنا وزينا ولايقين على بعض، بس من داخل كلش الوضع مو عاجبني. زين عطي الرجال فرصه، يمكن الرجال مستحي، خليه يعبر عن اللي بداخله. شو الفايده اذا انا من اول شيء ما حسيت بحلاوه الحب ان قلبي يطق له؟ هادي مضاوي، فيك مكبره الموضوع، ترى انت متفاجئه، يعني من بعد ما كان ولد عمتك صار خطيبك. خلي الموضوع يمشي عادي، ترى هو رفيج اخوي محمد وصديقه حيل، لا تطوفينه من ايدك، خوش رجال. والحين شو الحل؟ الحل تتأقلمين معه، روحي للندن، قعدي معه، هناك بتحتكين فيه ليل ونهار، بتعرفين ان كلامي وكلام اهلك عدل. مشكلة البنات اللي بسنك ما يفكرون الا بالحب، الحب جاي عقب، انت الحين بس اتفقوا وتالي اللي تبينه بيصير. خير ان شاء الله، بروح للندن. يلا يا نوار تأخرنا. هلا ام جبر، هلا بالغاليه. هلا وقلا، هلا بحبيبي ونور عيني، هلا بخلف طوايفي. هي ما مشيشاو كاني ناطر نوار تنزل ونمشي. تمرين على شيء يما؟ بما يامر عليك عدو، الله يسمح دربك وييسر امرك يما. روح صد شويه، صد عن القثه، ونس روحك ووسع صدرك. اقول نيتك وينها؟ اشوف قاطعه عنا مو لي ما شفناها من خطبتها مع ضرار وانا ما شفتها. صج والله ما طول هالمده ما مرت عليك؟ حتى والله ما مرتني ولا شفتها ولا زر عنها. قول لها القطاعه مي زينه، لا ابو تقاطع ولا سمين تقاطعه. خالتي سلم عليها. ان شاء الله ان شاء الله يمه، تسلم عليك نوار. الحين بدق عليها خليها تمر عليك. يا يمه ترى عايزنا انا ونوار ايش كثر نوصيها ونحرص عليها، لكن ماكو فايده مع هالبنت. الله يعين ضرار عليها. يلا فمان الله فمان الله. ماني عارفه ايش اسوي، احس لازم افكر بعد. عاد انا قلت لك اللي عندي وانت كيفك عاد. ابوي. الو؟ هلا بابا. الحين تقومين من المكان اللي انت فيه وتروحين بيت امك مضاوي بسرعه، كم مره انا موصيك قايل لك لا تخلينها، مري عليها كل يوم، لو انت واقفه تسلمين عليها وتمشين. يبا ايش اسوي؟ انا نومتي مقلوبه. ما ابي اسمع اعذار قلت لك. زين تسوي فيها. يلا، الحين تقومين تروحين بيت امك العوده. وانا كاني رايح المطار مع امك وبدق عليك بعد نص ساعه بتاكد بشوف رحتي ولا لا. خلاص اوكي ان شاء الله الحين راح اقوم، الحين اروح لها. باي عزيز، لازم اروح عند جدتي، اول ما اطلع راح اكلمك واقول لك الحساب هذا انا دافعته. يلا عاد يلا لا تسوي لي هالسوالف. عاد عن المصاخه، بتقعد ولا تقوم؟ لا بقوم. دام تقومين قوم قوم بسرعه.
افهميني يا صفية، ما فيني شدة قصة عيد وزيد وزيد وعيد يحافظ الشعوة. حاضر. صارت سن وبني من تقدر تفهميني؟ لا حاضر يا بنت الحلال. نعم. يوم لحد قده ماشي، ويوم الأربعاء عشاء حقبك بو محمود. عيني ما بي الأربعاء يصير الخميس والخميس يصير. لا فهمتي؟ حاضر. وه احنا خلصتوا، ما تبون شيء بعد من الأقراض؟ كل شيء جبنا لكم، لا بقى سمك لا بقى لحم لا بقى ذبايح، كل حاجة جبناها خلاص. أشوا وين مريم؟ في غرفتها بتذاكر. ناديها ولي يرحم والديك. ما نخليها تركز شوية يا مدام. واي 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 أنا تذبحيني لين صحتيني وقلت لنا خليها ما بيها تركزها وبنتي وكيفي ما بيها تذاكر، لي قلتوا لي تذاكري قمت على قلبي حسي، روحي ناديها يرحم والديك. حاضر عيني. إلا بتقصني كلها عندك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يما شلونك؟ ويييي هلا 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 بالقاطعة. لو ما انت سميتي كان سويتي كان قاطعتي لنا خير شر. ويما شو اسوي؟ نومي معتفس اقعد المغر. الحين بهالعمر عمو معتفس؟ اي انا شو اقول نومي معتفس؟ يا بنت الحلال قومي، امك وابوك مسافرين جاب لي البيت، شوفوا خدامكم شوفوا ايش يبون ما يبون، من هالتعلمين وراك زواج. ومن هتقومين بواجب امك وابوك؟ عيوني سنتين بس يما شو اسوي؟ امي ماسكه شغل البيت كله ما تخلينا نجلس ولا شيء. واي 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 تاكلني بالحشي، ما اقدر اقول شيء، لا طالعتها تهبل. قولي لي شلونك مع ضرار؟ يما ضرار زين، فاقدته يما تصدقين وايد. بعد عمري بعد روحي وهلي طوافي، والله ضرار ينفقد ما تفقدين غاليه بعد عمري. انا فاقدته انت ايش تقولين؟ والله الله يعيني يما. الحمد لله. عمتي وين؟ فوق حشت وقاعدة تذاكر. أنا ما يتبي بالمذاكرة، ما يش بالحط، ما غير تبققت عيونها وبتعقد علي وتسب المذاكرة عقب ما شاب ودوا الكتاب. وي خليها يا ما عادي. اي عادي على كيفك انت عادي. شوفي مضاوي هذا أنا سمحت لك، قبتي عني شهر وعيوني مرة ثانية أجز لك جيش ومدافع يبونك من بيتكم. حبيبتي يما قص علي قص علي بالحكي. شلون انساك؟ يما انت في قلبي وفي عقلي وفي روحي في كل مكان. يا اختي تموت على الحشي الحلو وتعرف لو عاد يوم لابسه حمر يرهش 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 ما يقرز ما يقرز. وي اموت فيك. الو مساء الخير. مساء النور. هلا شلونك؟ الحمد لله تمام. انت شلونك؟ خلصنا المعهد ما شفتك كلش بعد. ما أدري شو أقول لك عليه. شفيت في شيء؟ ماكو ما فيني شيء، بس قلت يعني أسأل عنك لأنك مو قاعد تسأل. والله أنا أخاف أدق عليك أحرجك بس. بس يعني إحنا ندرس مع بعض عادي يعني. أوكي دام كذي إن شاء الله راح أدق أسأل عنك كل فترة. إذا سافرت راح تنساني صح؟ لا ما راح أنساك إن شاء الله. إنزين اليوم راح تطلع نتيجة امتحان التوفل. ايه ان شاء الله اكيد بروح. اوكي باي. مع السلامة. هلا اقول مضاوي يما ما ودك بسفرة كذي سريعة كم يوم نستانس فيها؟ والله يا يما يا ريت خلنا نسافر، بس وين نروح؟ هو بعد ما يبي لها حكي وين نروح؟ نروح نزور ضرار نتطمن عليه ونشوف مكانه ونشوفه ولا احنا عليه. لا يا يما ما نبي نروح حق ضرار، خلينا نروح مكان ثاني بعدين نجي سفراتك حلوه وتونس. اي كنت ضيقتي خلقي يا يما. شو مانش قايله؟ يا ربي حكيتك عن ضرار ما تشوفك مهتمه ولا ولهانه علي، ما شفتك فاكه. والله يا يما انا مهتمه فيه ولهانه عليه، عشان كذي ما بنسافر له. يما اذا سافرنا له راح يهد شغله، راح يقعد ويجابلنا صح ولا لا؟ ايش تراني عنك؟ والله ان شاء الله يكون هذا صدق رايك يا ربي يا حبيبي. انا ما ادري عشان ولد بعيد وكذي وما حد عنده، قلت نروح نقعد عنده يومين نوسع صدره وتستانسون مع بعض انتم وانا بعد استانف وجهي. ما شاء الله. هلا مرايم شو اخبارك؟ تمام؟ شفتي خليتها تهد الدراسه وتجابلنا. عفي عليك يما. خوش تشجيع يما، خوش تشجيع. عايش على بالك. من صدقك ليت امي موضع عندنا بالبيت يما كان علوم. تعالي عندنا انا اوريك. تعالي عندنا 24 ساعة مقر متجابلين نبلع ونضحك ونستانس ولي قمتت فينا الدنيا يبنى سامري وقعد جلس بس شبيه. لا بالله اختربت البنية. مش شي سامري يمه، مش شي سامري.